كيف يعيش الشعب الصيني؟ صور غريبة لا ترونها إلا هناك. الصين، إن السياح الذين زاروا هذا البلد حملوا معهم العديد من الصور الغريبة والصادمة التي تكاد لا ترى مثيلا لها في أي دولة أخرى. هذه الصور تظهر قليلا طبيعة هذه الدولة وكيفية حياة شعبها، سنعرضها عليكم الآن في قناة لكم. تنتشر كثيرا مسابقات الفلفل الحار التي تطلب منك أكلها أثناء السباحة معها. هكذا تبدو الشواطئ بسبب الكثافة السكانية. انتشرت عند الفتيات موضة وضع ماء وسمكة بالقرب من عظام الرقبة للدلالة على النحافة والرشاقة. قد تعثر في الشوارع على مدلكين لمنحك مساجا للاسترخاء. بعض أنواع التدليك الصيني قد تسبب لك الكدمات والاحمرار. الرياضة في الشوارع أمر شائع في الصين، وقد تجد من يمارسها على الرصيف أثناء انتظاره لإشارة السير. مملكة الملابس الزائفة، كل الماركات قد تجدها بأسماء مختلفة. في عطلة نهاية الأسبوع، الكثير من الصينيين يخرجون من منازلهم بملابس النوم. يمكنك شراء تذكرة قطار بسعر أقل، ولكن بدون مقعد. طعام الشارع لديهم غريب للغاية، ويتضمن أنواعاً كثيرة من الحشرات. آيس كريم من الباذلاء. فوضى زحمة السير في الصين أمر مرعب ومخيف. الكثير من السكان يرتدون الأقنعة في الشوارع بسبب نسبة التلوث المرتفعة. موضة أسنان مصاص الدماء تجذب الكثير من الصينيين. متجر أسماك القرش. عند مرورك في أسواق الحيوانات البحرية في الصين، سوف تشاهد الكثير من أسماك القرش الكبيرة والضخمة، يتم عرضها للبيع مثل بقية الأسماك. بيع الهواء في زجاجات وعلب. انتشر مؤخرا نشاط لبعض شركات بيع الهواء، والتي تقوم بتعبئة الهواء النقي في زجاجات وبيعه للأشخاص الذين يتواجدون في أماكن ملوثة بالأتربة والدخان لكي يستنشقوا الهواء النقي وحماية لصحتهم. ويعد هذا الأمر ضمن العجائب والغرائب التي تحدث في الصين ولا تحدث في أماكن أخرى. لمشاهدة المزيد من المقاطع، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات وزيارة قناة لكم.